صنعاء تعلن مهدي المشاط يبحث عن معلمه في مدينة إب. كل ما حدث بالتفصيل. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. لأول مرة في تاريخ الرئاسات، أي تذكر رئيسا مشغولا بهموم بلد، بل بلد يواجه عدوانا وتأمرا عالمي، وعند زيارته إحدى المحافظات بيتذكر أستاذه من أبناء تلك المحافظة. نعم، إنه رئيس مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى. وخلال زيارته لمحافظة إب نهاية الأسبوع الماضي، خلال مشاركته العرض العسكري لقوات الاحتياط بالمنطقة العسكرية الرابعة بعد قطعهم مسير لمسافة تقدر بمئة كيلو من ذمار إلى مدينة إب، حدثني أحد الأخوان فخامة الرئيس مهدي المشاط استغل تواجده في محافظة إب، وسأل الذين كانوا متواجدين من أعضاء السلطة المحلية وعدد من التربويين الذين كانوا حاضرين للنقاش بشأن الوضع التربوي والتعليمي في المحافظة أن الرئيس سأل عن مدرس من أبناء مديرية العدين يدعى قاسم العبدلي، فاستغرب الحاضرين من أن مسؤولي المحافظة من سؤال الرئيس ومن هو هذا المدرس الذي يحظى بهذا الاهتمام؟ ومن هو هذا الرجل؟ ولماذا يسأل الرئيس بنفسه عنه؟ كانت تلك تساؤلات تدار في دواخلهم، غير أن رئيس المشاط لاحظ ذلك في وجوههم فقال لهم أن قاسم العبدلي كان معلمه في المرحلة الثانوية في مادة الجغرافيا في مدرسة الحسن بن علي بعزلة جمعة بن فاضل في مديرية حيدان. وبحسب ما قاله لي أحد الذين كانوا في مكتب محافظ إب بهذا الموقف، فإن سؤال الرئيس عن أستاذه والذي مرت سنوات عديدة عن فترة دراسته لم يكن سؤالا عابرا فقط، بل إن الرئيس طلب أن يتم الترتيب ليلتقي به، وهذا بالفعل ما تم. قام المعنيون بترتيب لقاء بين الأستاذ قاسم العبدلي ورئيس الجمهورية بعد ذلك الحوار بأيام، واتسم اللقاء بأجواء حميمية استطرد فيها الطالب مهدي المشاط للإشادة والشكر لمعلمه قاسم العبدلي، مشيرا إلى أن نشاط الأستاذ قاسم وتميزه واهتمامه بطلابه وحرصه على التعليم بقيت عالقة في فكر الرئيس حتى هذا اليوم، وتمنى الأخ الرئيس لو يمتلك كل معلم ومعلمة ذات الهمة والنشاط لدى الأستاذ قاسم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.